خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس التزام بلادها بأمن إسرائيل. وبحسب بيان للبيت الأبيض، ناقشت هاريس مع نتنياهو الملف النووي الإيراني وسلوك طهران للإقليمي الخطير على حد وصف البيان. كما تناول الجانبان معارضة فتح المحكمة الدولية تحقيقا في جرائم حرب ارتكبت على الأراضي الفلسطينية. أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانتس عن تحديث عدة خطط عسكرية لاستهداف مواقع نووية إيرانية. الوزير الإسرائيلي قال خلال مقابلة مع فوكس نيوز أن بلاده ستتصرف بشكل مستقل في الدفاع عن نفسها في حال لم يتم إيقاف طيران حسب تعبيره. وتعليقا على أسلحة حزب الله، استعرض وزير الدفاع الإسرائيلي خريطة قال إنها تحدد مواقع تخزين صواريخ الحزب، مؤكدا استعداد تل أبيب لاستهدافها.